السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في الرندة المغربيه. يا ربي تكونوا بخير، مبروك رواشركم، مبروك عيدكم. اليوم في هذا الفيديو غنوريكم جلابتي وقولوا لي كيف جاتكم، زوينه ولا خايبه. المهم قبل ما نبداو ما تنساوش تخليو لي ابونو وتفعلوا الجرس باش يبقاو يطلعوا لكم لي فيديو ديالي ان شاء الله. المهم انتما كيف ما كتشوفوا انا خدمتها غير سامبل هكا، هبطت تحت لتحت بهذا الشكل، يعني هبطت تحت لتحت غير بنفس، يعني غير هكا، غير بهذا هكا، غير هذا صمطه وحده كما شفتوا. خدمتها بالخيط على واحد ونص، ماشي على زوج خيوط، ماشي على زوج شعرات، على شعره ونص. وكما كتشوفوا هنا جيت درت دريسات اللي هما خفافين في القب، يعني في القب درت واحد الدريسات اللي هما خفافين كما كتشوفوا. درت القرن فلاها هي، وزدت درت سنينات عاديين، سنه ديال واحد، ومن بعد درت القرن فلا، يعني كندير ربعه ربعه، يعني ربعه القرين فلات ربعه السنينات باش يجي خفيف. وعاد اصلا ما كانش بقى ليا الوقت باش نخدم جلابتي، راك عارفين كيكون العيد كتكون الخدمه مشاده، يعني ما كانش ليا الوقت. ف بانت ليا هذه الطريقه اللي نقدر نزرب بها وفي نفس الوقت تجي زوينه وما نعرف كما كتشوفوا. وجيت للكميمات ها هما كما كتشوفوا، ها هو يعني درت من هنا خدمت غير عادي، ما جيت من هنا خدمت سنينات عاديين حتى قربت لهنا عاد باش درت ربعه القرين فلات ربعه السنينات ربعه القرين فلات ربعه السنينات كما كتشوفوا بحال هكا. اهو هكا من الفوق ها هو مخدوم هكا. المهم هي جات خفيفه بزاف، ومن هنا ها هما غير سنينات عاديين. ومن التحت درت ليها افتحات، انا نوريهم لكم في الزلال. درت افتحات كما كتشوفوا ها هما، درت افتحات هنا في الزلال من التحت، درت افتحات وتا هما درت ليهم دريسات خفافين، هرستهم بهاد القرنفله، يعني هرستهم بهاد القرنفل، خدمتهم غير سنينات عاديين. وملي كنخدم شويه كنهرسهم بهذيك القرنفله باش يعطي واحد الديكور وصافي. خفيفه بزاف كاع، نتمنى تعجبكم. المهم قولوا لي الراي ديالكم كيف جاتكم، واش زوينه ولا ما زويناش. المهم كيف ما كان غير قولوا لي هكا. وجيت هنا درت ليها واحد الطريزه كما كتشوفوا من حدا ما بين التقويره ديالكم وهكا الفتحه ديال القب، درت بديت وريضه ها هي وهبطتها حتى لهنا كما تشوفوا. المهم انا راه غنلوح لكم التصويره ديالي لابساها وتشوفوها عليا وهي ملبوسه كما كتشوفوا. هذه بالنسبه للبنات اللي ما فهموهاش كيفاش، هذه غير رانده عاديه، انا كنقربها لكم باش تبان غير رانده. كتبداي بضربه واحده ومن بعد كتبقاي تزيدي ضربه شويه، زوج ثلاثه. المهم هذه فيها 15 في العرض، لا فيها 12 في العرض، يعني 12 في العرض ها هما باش تجي عريضه. بغيتي ديري اكثر غديري 14 15 على حساب شحال بغيتي. انا دايره فيها اصلا نيت ما كانش قدني الوقت، وكتشد الخدمه كتشد اليد، هاد التويشيت كيشدوا اليد، يعني كتمي جايه وكتوسعي شويه هكا حتى كديري 12 ورزه، ومن بعد كتمي جايه وتنقصي من هاد الجهه وتنقصي من هاد الجهه تجمعيها في الاخر. وقبل ما تجمعيها كتعمريها بالعقيق باش تبقى منفوخه، باش واخا تضغط عليها هكا ما تضغطش تبقى تبان منفوخه، فهمتيني؟ يعني من حدك تبداي تجمعي اختي فيها عقيقات، اما ديك العقيقه اللي كتكون دايره كبيره، انا ما لقيتهاش، درت فيها عقيقات صغارين اربعه، يعني خشيت فيها اربعه العقيقات. هذه خديت العقيقه كبيره بيضة، غير عقيقه بيضة، وغلفتها بالثوب اللي هو هذا، يعني هاد الثوب نيت غلفتها به وخيطتها مع هذا، غلفتها به وقطعت ولصقتها الوسط بهذا الشكل، شفتي؟ هنا نفس الطريقه كما كتشوفوا، ها انت ها هي مبديه بضربه من عندك وانت كتوسعي، يعني ضربه كتمشي بزوج بثلاثه بربعه. هنا كاينه 15 ضربه، هنا في هذه شفتي عرض اكثر، هذه فيها 15 ضربه، هنا 12، ولكن هنا كاينه 15 ضربه. على حسب بغيتيها عرض اكثر راكي ديري اكثر، على حسب انت واشنو بغيتي، فهمتي؟ هنا ما حاسباش، هنا غير كنت درت دوره وبقيت خدامه على الدوره وصافي، يعني ما عرفتش بالضبط شحال فيها. مي هادو فيهم 12، هادي فيهم 15 كلهم،
هكا نزلت بيهم بنفس الطريقة هكا. انا قربت عليكم باش يبان لكم. ما تنساوش تخليو لي ابونو وتفعلوا الجرس باش يبقاو يطلعوا لكم لي فيديو ديالي ان شاء الله. اصلا شحال ما بقيت لحت شي فيديو مع الخدمه. كيما كتشوفوا هنا جيت لكم عاوتاني درت فيه طريزه، ها هو شفتوا، ها هو الكم عاوتاني درت فيه طريزه، ها هي يعني انتما انا غنبعد باش يبانوا لكم بزوج. ها هي وحده في الكم هكا جات مع الدوره ديال الكم وجات هكا هابطه كما كتشوفوا، شفتوا هكا جات دايره مع الدوره ديال الكم، يعني جات بحال هكا ودارت مع الكميين. المهم انا غنحط لكم الطوف ديالي التصويره ديالي وغادي تشوفوها من البوسه كيف جات، وما تنساوش تقولوا لي كيف جاتكم. صافي هادشي اللي كاين باش ما نطولش عليكم بزاف. ها هي طريزه، هي هذه القبيه برا دايره فيها غير طريسات اللي هما خفافين، الكميه حتى هو طريسات اللي هما خفافين. هي جات خفيفه ولكن جات زوينه، والله الا جات زوينه. انا بعدا عجبتني ملي لبستها. كنتمنى الفيديو يعجبكم وما تنساوش تخليو لي اراء ديالكم في التعليق وتفعلوا الجرس باش يبقاو يطلعوا لكم الفيديو ديالي ان شاء الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في رندا المغربيات. يا ربي تكونوا بخير، مبروك عواشركم، مبروك عيدكم. اليوم في هذا الفيديو غنوريكم جلابتي وقولوا لي كيف جاتكم، زوينه ولا خايبه. المهم قبل ما نبداو ما تنساوش تخليو لي ابونو وتفعلوا الجرس باش يبقاو يطلعوا لكم لي فيديو ديالي ان شاء الله. المهم انتما كيف ما كتشوفوا انا خدمتها غير سامبل هكا، هبطت تحتها لتحت بهذا الشكل، يعني هبطت تحتها لتحت غير بنفس، يعني غير هكا، غير بهاد هكا، غير غدا صمتة وحدة كيما شفتو. خدمتها بالخيط على واحد ونص، ماشي على زوج خيوط، ماشي على زوج شعرات، على شعرة ونص. وكما كتشوفوا هنا جيت درت دريسات اللي هما خفافين في القب، يعني في القب درت واحد الدريسات اللي هما خفافين كما كتشوفوا. درت القرن في لها هي وزدت درت سنينات عاديين، سنه ديال واحد، ومن بعد درت القرن في، يعني كندير ربعه ربعه، يعني ربعات القرين فلات ربعات السنينات باش يجي خفيف. وعاد اصلا ما كانش بقى ليا الوقت باش نخدم جلابتي، راك عارفين كيكون العيد كتكون الخدمه مشاده، يعني ما كانش ليا الوقت. ف بانت لي هذه الطريقه اللي نقدر نزرب بها وفي نفس الوقت تجي زوينه وما نعرف كما كتشوفوا. وجيت للكميمات ها هما كما كتشوفوا، ها هو يعني درت من هنا خدمت غير عادي، ما جيت من هنا خدمت سنينات عاديين حتى قربت لهنا عادي باش درت ربعة القرين فلات ربعة سنينات ربعة القرين فلات ربعة سنينات كما كتشوفوا بحال هكا. اهو هكا من الفوق ها هو مخدوم هكا. المهم هي جات خفيفه بزاف، ومن هنا ها هما غير سنينات عاديين. ومن تحت درت ليها افتحات، انا نوريهم لكم في الزلال. درت افتحات كما كتشوفوا ها هما، درت افتحات هنا في الزلال من تحت درت افتحات، وتا هما درت ليهم ضريسات خفافين، هرستهم بهاد القرنفلة، يعني هرستهم بهاد القرنفل. خدمتهم غير سنينات عاديين، وملي كنخدم شويه كنهرسهم بهذيك القرنفلة باش يعطي واحد ديكور وصافي. خفيفه بزاف كاع، نتمنى تعجبكم. المهم قولوا لي الراي ديالكم كيف جاتكم، واش زوينه ولا ما زويناش. المهم كيف ما كان غير قولوا لي هكا. وجيت هنا درت ليها واحد الطريزه كما كتشوفوا من حدا ما بين التقويره ديالكم وهكا الفتحه ديال القب، درت بديت وريضه ها هي وهبطتها حتى لهنا كما تشوفوا.
المهم انا راه غنلوح لكم التصويره ديالي لابساها وتشوفوها عليا وهي ملبوسه كما كتشوفوا. هذه بالنسبه للبنات اللي ما فهموهاش كيفاش، هذه غير راندا عادي، انا كنقربها لكم باش تبان غير راندا. كتبداي بضربه واحده ومن بعد كتبقاي تزيدي ضربات شويه، زوج ثلاثه. المهم هذه فيها 15 في العرض، لا فيها 12 في العرض، يعني 12 في العرض ها هما باش تجي عريضه. بغيتي ديري اكثر غديري 14 15 على حساب شحال بغيتي. انا دايره فيها اصلا نيس ما كانش فقدني الوقت وكتشد الخدمه، كتشد اليد، هاد التويشيز كيشدوا اليد، يعني كتمي جاي وكتوسعي شويه هكا حتى كديري 12 ورزه، ومن بعد كتمي جاي وتنقصي، تنقصي من هاد الجهه وتنقصي من هاد الجهه تجمعيها في الاخر، وقبل ما تجمعيها كتعمريها بالعقيق باش تبقى منفوخه، باش واخا تضغط عليها هكا ما تضغطش تبقى تبان منفوخه، فهمتيني؟ يعني من حد كتبداي تجمعي اختي فيها حقيقات، اما ديك الحقيقه اللي كتكون دايره كبيره انا ما لقيتهاش درت فيها حقيقات صغارين اربعه، يعني خشيت فيها اربعه الحقيقات. هذه خديت الحقيقه كبيره بيضه، غير حقيقه بيضه، وغلفتها بالثوب اللي هو هذا، يعني هاد الثوب نيت غلفتها به وخيطتها مع هذا، غلفتها به وقطعت ولصقتها الوسط بهذا الشكل، شفتي؟ هنا نفس الطريقه كما كتشوفوا ها انت، هاي مبديه بضربه من عندك وانت كتوسعي، يعني ضربه كتمشي بزوج بثلاثه بربعه. هنا كاينه 15 ضربه، هنا في هذه شفتي عرض اكثر، هذه فيها 15 ضربه، هنا 12 ولكن هنا كاينه 15 ضربه. على حسب بغيتيها عرض اكثر راكي ديري اكثر، على حسب انت واشنو بغيتي، فهمتي؟ هنا ما حاسباش، هنا غير كنت درت دوره وبقيت خدامه على الدوره وصافي، يعني ما عرفتش بالضبط شحال فيها. مي هادو فيهم 12، هادي فيهم 15 كلهم هكا، نزلت بهم بنفس الطريقه هكا. ها هي انا قربتها لكم باش يبان لكم، ما تنساوش تخليو لي ابونو وتفعلوا الجرس باش يبقاو يطلعوا لكم لي فيديو ديالي ان شاء الله. اصلا شحال ما بقيت لحت شي فيديو مع الخدمه، كيما كتشوفوا هنا جيت لكم عاوتاني درت فيه طريزه، ها هو شفتوا، ها هو لكم عاوتاني درت فيه طريزه، ها هي، يعني انتما انا غنبعد باش يبانوا لكم بزوج. ها هي وحده في الكم هكا جات مع الدوره ديال الكم وجات هكا هابطه كما كتشوف، شفتوا هاك جات دايره مع الدوره ديالكم، يعني جات بحال هكا ودارت مع الكميين. المهم انا غنحط لكم الطوف ديالي، التصويره ديالي، وغادي تشوفوها من البوسه كيف جات، وما تنساوش تقولوا لي كيف جاتكم. صافي هادشي اللي كاين باش ما نطولش عليكم بزاف. ها هي طريزه، هي هذه القبيه برديره فيها غير طريسات اللي هما خفافين، الكميه مساوي طريسات اللي هما خفافين، هي جات خفيفه ولكن جات زوينه، والله الا جات زوينه. انا بعدا عجبتني ملي لبستها. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تخليو لي اراء ديالكم في التعليق وتفعلوا الجرس باش يبقاو يطلعوا لكم الفيديو ديالي ان شاء الله. كما كتشوفوا هذه صنيديلتي، هذه كانت عندي صندالة قديمة، والمهم حيدت لي هذيك الوريده اللي كانت فيها وركبت لي هاد الوريده هذه، صايبتها بيدي بحال هكا يعني درت لي هاد التكفيفه ولويت عليها الحرير من الوسط باش تولي بحال شكل بابيو كتشوفوا، ولصقت ليها نتا وتكر، كتعرفوا نتا وتكر هو داك اللي كيتقرم طق، يعني ركبت مثلا التيوال لتحت وتكير لصقته في هاد الوريده، يعني ملي تنبغي تركبها هكا، ملي كنبغي نحيد راه كنجرها غتحيد، والوريده الاخرى حتى هي ركبت ليها التكاير، يعني ملي غنحيد هاد الوريده كنركب الوريده الاخرى على حسب الجلابه اللي غادي نلبس باش نستافد من صنداله وحده. المهم رجعتني هاد الفكره هكا وصافي، يعني ما نعرف عجبتني، يعني بغيت الموف بصراحه، بغيت زعما نلبس شي صنيديله فيها الموف بهذا الشكل. قلبت والله القسم الا قلبت تعيت ما لقيتش يعني شي صنداله فيها الموف بحال هكا،
كالقائمة كلها موف، فهمتي؟ انا بغيت غير الوريده تكون في الموف، ما لقيتش. فبقيت كنقول يعني بغيت نلبس شي حاجه فيها بحال هكا، شي وريده ولا شنو في الموف، فما ما لقيت. شويه تجيني الفكره ديال انني نصيب بابيو بيدي ونلصقه، يعني ملي نبغي نلبس اللعبه نلصقه. يعني هذه هي الفكره اللي جاتني في بالي. كيف جاتكم وريتي؟